اهلا بكم واهلا بالفنانه هند رستم. اهلا يا استاذ وجد. يا احلى قدك، ده انت اسري. مدام هند، لما بنلتقي بيكي يعني السؤال اللي بيطرح نفسه في اول اللقاء انه نقول ان احنا بتوحشينا سينمائيا، بتوحشينا فنيا، ويمكن تفسير ده عند هند رستم، هل هو نوع من الوقفات الكتيرة الطويلة قبل الإقدام على أي عمل سينمائي؟ يعني مرسي قوي على الكلمة اللطيفة، الكومبليمنت شيك ده، إنما الحقيقة هو عدم وجود موضوع ليا، لأن طبعا كل ما الواحد بيقعد سنة أو اتنين بيكبر، فالأدوار مع الأسف بتنكتب دلوقتي زي الأول، زي ما كانت بتنكتب لنا إحنا في الأول وإحنا صغيرين وكده. مبقاش في الموضوع اللي يليق ليا أو لسني. طبيعي ما أقدرش أعمل النهاردة البنت اللي في الجامعة أو البنت الصغيرة أو إلى آخره. فبرغم أنه ساعات بيجيني أدوار تليق ليا، إنما ما بلقاهاش قوية، ما بقاش حاسة إنه فيها. طبعا الفنان بينتظر عمل جميل عشان يقدمه للناس. أرجوكم حد يطلع جنطي ويخرج بقى. أيوة ضروري حد يخرج بقى. ما تطلع أنت بدل ما نتعطل. ما نتعطل، ورايا يا أخوي. أنا اللي ورايا يا أخي. حلو الإشكال ده، أرجوكم ستروا. يعني الموضوعات اللي بتجيلك وتشوف إن الشخصيات فيها مش قوية، قوة الشخصية بتبقى جاية من إيه؟ من قوة وجودها في الموضوع، ولا من إنها شخصية بتبقى جديدة بالنسبة للفنان؟ لا، يا ريت جديدة، لأن لما تقدم له باستمرار حاجة جديدة بالنسبة له، بالتالي هو بيقدم لك عمل جديد أو أداء جديد. فيا ريت يجي يعني حاجة جديدة أقدر أدي لك أداء جديد. نقول ان في صدى حصل على السينمائيين، يعني بقوا محصورين في معدة موضوعات بيحبوا بيكرروها بشكل او باخر، والشخصية الواحدة بتتعمل في عشرين موضوع واحد. الحقيقة استاذ وجدي انا مش قادرة احلل ايه، يعني العمل فيه عمل، يعني مش هقولك مثلا والله انا اسفة انا موجودة وما بيجينيش شغل، اقول لك فده يبقى عذر يعني مثلا، انما لا، في شغل وفي انتاج وفي اقبال على الفيلم العربي بطريقه خرافه، يعني ايرادات حلوه وكل حاجه. بس ما تعرفش الجيل بتاعنا احنا متمسك بحاجات كتير، متمسك بايه؟ بانه اتعود دايما يقدم للناس المواضيع الجادة، وأداؤه بيبقى جد وصادق. حكاية إن أداؤه جد وصادق، الجدية دي بيفتقر إليها الجيل اللي بعديكو في الفن. أيوة، والعيب مش عليه، العيب على بعض المنتجين. يعني تبص تلاقي المنتج بيسترخص، مش بيسترخص بالنسبة للفنان، لا، لأن النهاردة في فنانين بتاخد أرقام احنا ما كناش بناخدها قبل كده، يعني بياخدوا ارقام اكتر ما كنا احنا بناخد، برغم ان احنا سلمناهم السينما بمعنى كلمة سينما، فيها الاحترام وفيها التقدير وفيها نظرة الناس اتغيرت وفيها الى اخره طبعا. انما المنتج بيستسهل، يعني يقولك انا البلاتو بالنسبة انه غالي ومصاريفه بقت جامدة، بيتهيأ له هو، فيبتدوا ياخدوا الشقق المفروشة ويبتدوا يعملوا أي كلام. صدقني مش ممكن فنان أصيل يطلع عمل جدي وصادق بالعملية التهريج اللي هما بيعملوها دي. العمليات التهريج دي خلتك حصل لك نوع من القرف من السينما شوية؟ مفيش جدال، يعني جدال. ده أنا ست... إلى جانب الموضوعات. أنا ست متعودة إن أنا يبقى لي أوضة في الاستوديو استريح فيها، فتخيل فنان يروح بيت ناس ما يعرفهمش. اولا بيبقى منظرنا زي القرود في ايه، في الجبلايه، انت
طبعا الست جرة ولادها ولاد ولادها والجيران لمين بعض وقاعدين لك بيتفرجوا عليك، فبحس على طول ان انا قرد في جبلية والناس بتحدف له سوداني. بيأثر على اندماجك في الدور؟ طبعا مش كتال، ما لهم عملوا ليه بلاتوهات وعملوا حاجات دي. العامل بتاع الكهرباء عارفني، عارف امتى انا بكون مبسوطة امتى انا بتضايق، يعني بوري لك قد ايه احنا ملتصقين ببعضينا يعني. فلما يجي ناس اقرب حاجة، هل انت تقدر تسجل في الشارع، تقف في الشارع وتسجل قدام الناس؟ يعني لازالت عادة التجمع في الشارع من الاشياء اللي بتتعب الفنان في التصوير طبعا. في الخارج بيبقى شيء عادي؟ هو في الخارج في تجمع بس مفيش الفاظ بذيئة، ودي بتفرق كتير قوي قوي قوي. لما اسمع انا كلمة جرحة طبيعي انا اعصاب، يعني طب ادي ازاي اما الاقي واحد مثلا من كتر اعجابه فيقول لفظ سخيف مثلا، بالتالي بيخرجني وعايزة كروت المشهد خليني امشي طبيعي. فده بيبقى على حساب الفنان وعلى حساب الجمهور اللي بيتفرج. بيختلف التعليق الجارح اللي بتسمعيه ده لما تكوني في صالة في سينما بيعرض لك فيلم وبتأدي شخصية معينة ويصدر التعليق، التعليق ده حينا بيبقى جارح برضو ولا بتتقبليه بشكل آخر؟ أنا عايز أقول على حاجة بقى مع الأسف الشديد دلوقتي، أنا طبعا ما بشوفش أفلام عربي، وأنا يعني بقولها بثقة واللي يزعل يزعل ما يهمنيش. يعني الموضة الجديدة اللي احنا دلوقتي اتبعناها، يعني قلنا العرج وقدرنا عليه، يعني قلنا دي الموجة الجديدة والعالم كله بيقلع ونقلع احنا كمان. انما كنا ان احنا نشتم ونقول ان على ابوك ابن كلب في الافلام دي عيبة كبيرة قوي. ده بقى موجود السب والشتيمة والالفاظ دي بقت موجودة في السيناريوهات دلوقتي في الافلام مش عارفة بيقبلوها. واين الرقابة هنا؟ انا كنت مرة اتذكر ان انا كنت بعمل لا انام وكانوا حاطين واحد من الرقابة في البلاتو عشان ما نعملش حاجات، واحنا ولو اننا ما كناش بنعمل حاجات خارجة يعني وقتنا. انما برغم كده كان فيه. النهاردة لما اسمع تيجي بنتي مثلا من السينما او اصحابها ويقولوا مش عارفة مين بتقول له يا ابن الكلب، ايه ده ايه ده، انا بقولها دلوقتي وانا متضايقة. انما ده احنا مفروض بنقول ان السينما دي تهذيب زي السجن. انا مش عارف اشكرك ازاي. على ايه؟ على حكايه الدكتور اللي ألفتيها ولحنتيها بالسرعه دي. انا ما عملتش كده عشان خاطرك. امال عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابويا المسكين. انا عارفه ان ليكي علاقه بواحد وفاهم حكايه التليفونات والخروج، لكن مش قادره احطم حياه بابا مره تانية. اسمعي، انت عارفه ان ابوكي بيحبني ولا لا، وانه سعيد معايا ولا لا؟ خلاص كفاية عليه كده. عندك حق، الغلطة غلطتي. المرة دي الصدمة مش هيستحملها، عشان كده أنا ساكتة غصب عني ومش قادرة أتكلم. يا جماعة مالكم فيه؟ أصل نادية مش عجباني اليومين دول، حبسة نفسيها في البيت، لا بتخرج ولا بتشم الهوا ولا بتزور حد. ليه كده يا نادية حبيبتي؟ خلي بالك من نفسك. أنا هخليها تخرج غصب عنها. وحياة نادية، تحجز لنا بكرة ترابيزة في الأوضة. يا سلام عليك يا كوثر وعلى حنين. السينما تعتقد أنها بتقوم بدورها الاجتماعي، يعني الشاب المصري بيشوف لا دلوقتي نفسه في الفيلم؟ لا 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 أبدا. لازال مش لازال بقى لا، احنا كنا الأول بنهدف لحاجة بنقول عيوبنا وحسناتنا وبنعالجها. دلوقتي المواضيع الواحد بيسمع عليها او بشوفها في التلفزيون ببقى مش فاهمها. يعني لو ما كانتش الكاتب كبير، ولو ان في كتاب كبار برضو ساعات بتشط كده، العيب مش منهم، يقول لك العيب من اللي ما دام انا بعت الروايه يعملوا فيها اللي هم عايزين، وده غلط غلط كبير جدا، لانه ده اسمه. الناس بتفاجئ بحاجة تختلف تماما عن كتابه أو عن مسلسلاته. فيعني أحب أقول إنه لما الكاتب الكبير يسيب، أمال الصغير هيعمل إيه؟ لصوص حرامية وقطاع طرق وصينية بطاطس وكلاب وولادة كمان، ده شيء لا يطاق.
لا يطاق. ليه يا سيدنا؟ احنا كلنا اتولدنا كده، ولا انت امك بضيتك في بيضه؟ حياه البلاتو بالنسبه لهند رستم اما بتغيب عنه مده طويله وتدخل البلاتو بعد كده بتحس بألفة وإنها يعني كانت في غربة كده ورجعت. لا مش صحيح أبدا. بحس بقرف. ده من زمان ولا حديثا؟ لا حديثا. لأن سحنا على بعض. أنا ما أحبش سيحنا على بعض، ده أحب كل واحد يعرف مكانته الفنية والأدبية. يسموها عجرفة، يسموها أي، يسموها زي ما يسموها، إنما إحنا اتخلقنا كده، اتولدنا كده، إن إحنا عندنا الكبير يحترم الصغير. عندنا لحد النهاردة شبان ما يقدروش يشربوا سجارة قدام أبوهم. أنا ما بقولش كده، أنا بقول كل واحد ولو إن فيه، وأذكر بالاسم. يعني عندنا مثل للأدب وللذوق، محمود ياسين مثلا شاب في غاية الأدب، نور الشريف. الغريبة ان الشبان الرجالة مؤدبين قوي. والله العظيم يا سعادة البي ما كان قصدي الظروف اللي عملت كده. شوف يا عبد الله، انا مستعد اديك اي فلوس. تبقى حضرتك لسه مش مصدقني. بصراحة كده احنا مش مصدقينك. انا بريء وربنا المعبود بريء. العلاقات بين الوسط السينمائي والنجمات مقطوعة ولا هي بطبيعتها في دنيا السينما كده؟ بالنسبة لي أنا طول عمري بعيد، يعني أحبهم أبي، في احترام بيني وبينهم. بس تستغرب لو قلت لك مثلا أنا ما أعرفش مثلا فنانة ماجدة ساكنة فين، أو نمر تليفونها كام، أو يعني شادية مثلا، أو إلى آخر. أنا من طبعي بعيد، يمكن ده لحكم إن الواحد بيشتغل فمش عايز يبقى في نفس الجو في حياته الخاصة وفي حياته العملية. يصح يعني. يمكن من ملامح حياتك الخاصة الاهتمام بتربية الكلاب. يصح، أنا بحبهم أوي. ويمكن وأنا داخل وقبل التسجيل بقولك يعني أنت بتحبيهم يعني أكتر من أحسن من بني آدمين، قلتي بحماس شديد قطعا. ايوه. ايه اللي بتشوفيه في الكلاب ده، يعني او انك اللي بيزهقك من الناس وبتشوفي انه مش موجود في الكلاب؟ اقول لحضرتك على حاجه، الام بتربي ابنها او بنتها علشان فيما بعد، والاب نفس الحكايه. يعني ايه فيما بعد؟ لحد يعني ما يكبر، يعني لحد ما يكبر، واذا احتاج حاجه ملتزم بيه طبعا. ادي اقرب شيء، الأم والأب والابن. الكلب لا، الكلب إذا اديته يأكل يقولك ميرسي، ما اديتوش برضو حبه لك ما بيتغير. حاجة تانية، لما بيخش عليك أي واحد شرير أو ناوي شر، الكلب يا يتقتل يا يموت يا يموته، ما عندوش تاني يعني. ففين دي فينا احنا يعني؟ النهاردة انا هقول لك اهلا وسهلا، وانا في بيني وبينك مصلحة، وانت نفس الحكاية، وغيري وغيري. انما الكلب عمره ما بيبقى بينه وبين صاحبه اي مصلحة، بيبقى وفي. وبعدين انا اعرف انهم عملوا عنه اشعار كتيرة جدا. ما فكرتيش تعملي فيلم مع مجموعة الكلاب الكتيرة اللي عندك؟ فكرت الحقيقة، بس اجمل كلب كان فيهم مات. زعلت عليه؟ زعلت. انا قعدت حوالي شهرين بمهدئات وحاجات كده يعني. في مساجين كتير لما شافوا القطر ده لاول مره فكروا في اللي انت بتفكر فيه دلوقتي. يلا على شغلك. بتصعب عليكي الافلام السينمائيه او الفيلم اللي بتتعبي فيه وما ينجحش، بيصعب عليكي بنفس الدرجه اللي صعب عليكي كلبك لما مات؟ لا، انا بيصعب عليا كلبي اكتر. اكتر من السينما طبعا. لان انا بقدر الوفاء،
والنهاردة لما بتلاقي صديق وفي بتستغرب. فالوفاء ده أسمى وأجمل حاجة. نقول إنه حياة السينما بالنسبة لهند رستم، نقول حصلتها كم فيلم؟ 123 فيلم. سعيدة بكم واحد بكم فيلم فيهم؟ لا مش كتير، يعني أقدر أقول يمكن من 10-15 يعني. نقول العشرة الخمستاشر دول كانوا في أوائل اشتغالك بالسينما ولا في الأول؟ جزء في الأول، وده أنا فخورة بيه جدا، لأن اللي يبتدي في الأول جد والناس تاخد فكرة عنه أنه بيأدي جدي فعلا، اللي هو كان الجسد ورحمة من السماء، من الأفلام اللي أعتز بيها، يعني أفلام كبيرة خد بالك. وفي الآخر اللي هم بقى السري بتاعي، امرأة على الهامش، الوديعة، شفيقة، راهبة، خروج من الجنة، دول يعني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لو أعرف إنك جاي كنت فرشت لك الأرض ورد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تحب تاكل دلوقتي؟ أيوة لو سمحت، بس عايز كوبايه ميه ساقعه. حاضر اتفضل. ياه دي تلج. الا قولي لي راس النبي بعيد عن هنا؟ ابدا خطوتين. يا سلام ده منظره يجنن. تحب تتفرج عليه؟ بتوع السياحه اللي زيك لازم يعرفوه ويفرجوا عليه السواح. تحب تروح؟ يلا. بس مش هتعبك؟ ابدا تكرم عينك. يلا بينا. يلا بينا. ادوار الاغراء بالنسبه لهند رستم في قطيعه بينها وبين الافلام دي دلوقتي؟ اصل ادوار الاغراء بالنسبه لهند رستم كانت بتعالج مشاكل، مش كانت بتثير الناس. يعني هند رستم اخذت لقب ملكه الاغراء. افلامي بتتعرض شوفها اذا كان فيها عري ولا لا. احدى 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 في ايدك يا ستي، كن عليا النعمه. احلى كشك دقته في حياتي. اللي بتاكليه ده بالعيش ده مهلبيه مش كشك. كله طبيخ. طب اقعدي كلي لحسن اللقمه تقف في زورك. تقف في زورك؟ طب ده انا عمر الاكل ما هيقف في زوري، اصل شايلاله اللوز. في نجمات ممكن يعملوا الاغراء اللي كان بتعمله هند رستم ممكن يعملوه النهارده؟ وبكل فخر كده وثقه قوي ولا حي، لأنه في مثل روسي بيتقال الفنان لما بيموت ما بيجيش بداله. نقول أنسب المخرجين في السينما اللي يفهموا هند رستم ويستطيعوا أن هم يفجروا كل طاقتها على الشاشة. كان حسن الإمام. ومين بعد كده؟ الحقيقة فيه يعني، بس في واحد ما اشتغلتش معاه، اتنين ما اشتغلتش معاه وكان نفسي قوي اعمل معاه، اللي هو البرنس، انا مسميه البرنس كمال الشيخ، والفنان حسين كمال. نقول هند رستم علاقتها بالمسرح ايه؟ الحقيقة دي بقى الحاجة اللي خارجة عن إرادتي بقى. ليه؟ أنا نفسي أشتغل في المسرح قوي 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 قوي، بس هنا بقى أعرف أقول فياض من يعني إن أنا أشتغل في المسرح. بس يعني اعتبارات عائلية بحتة. بحتة تماما. إنما تحبي حياة المسرح والتمثيل على المسرح؟ مش أبقى على طول، لأ، إنما نفسي أقف على المسرح، لأن أنا وقفت على المسرح قبل كده.
بس في البداية يعني ما كانش يهمني، إنما دلوقتي نفسي أقف على المسرح وأنا هند رستم. لا هند رستم ممكن لو وقفت على المسرح تكون استعراضية، يعني تغني وتمثل وترقص وتتحرك الحركة السريعة اللي طبعا بتديه. لأن أنا بحضر مسارح بره كتير، فبشوف حاجة وببقى قاعدة مغمضة كده أقول نفسي إحنا يبقى عندنا ولو مسرح واحد زي ده. تعتقد إن إحنا عندنا نجمة بتقوم بالدور ده في المسرح؟ لا خالص، لا مفيش، لا مفيش. نقول هند رستم بالنسبة لأدوار اللي تناسبها النهاردة تفضل دور إيه؟ أفضل دور إيه؟ أصل مش حاضر أقول لك الأم، لأن أنا عملت أم وأنا عندي 18 سنة. فالدور اللي أحس إنه فيه أعماق، في حاجة بيقول حاجة، بيعالج حاجة ليها. السينما النهاردة بتقدم إيه؟ السينما العربية بشكل عام بتهتم بالهدف ولا بتهتم بالشباك؟ لا دلوقتي الحقيقة، وده حظها كويس، إن النهاردة الفيلم الأمريكي يعني يعتبر إنه مش موجود، فبالتالي بنحاصر الناس على الأفلام العربية وبنقول لهم لازم تتمسكوا بالأفلام العربية. فالحقيقة الشباك النهاردة بيشتغل أي حاجة، يعني بيجيب ما شاء الله إيرادات خرافة. ما هي السينما، سينما موضوع ولا سينما شباك؟ لا سينما شباك. هند رستم بتشوف كم فيلم في الشهر وكم مسرحية؟ لا لا أفلام، سوري مشوفش أفلام أبدا عربية، بقالي دلوقتي 13 سنة. ومسرحيات؟ مسرح كتير، أحب المسرح، بحس إنه عمل جدي. يعني من الحاجات اللي أحب أتفرج عليها قوي أولا يعني الحقيقة كاريوكا، بقعد بتفكرني بالريحاني، يديني طبق تارت حلو ومليان مسامير، فأنا بيعجب يعني بعجب جدا بمواضيعها وبال، ومش بس بيها يعني بتقديري لها انها على طول اتغيرت وابتدت تشوف حاجه محترمه، حاجه سياسيه، حاجه جميله، في اطار كوميدي لطيف، عمل مجيد صحيح. انا عارفه كويس هم جايين هنا ليه. طب جايين عشان ياكلوا الجد. مش هنخلص احنا من عباره الجد يا جد يا جد. بالنا احنا وملك جدي والتاكل ومش بتاعنا مالنا. ايوه جدي والتاكل ومش بتاعك انتوا مالك. ايوه احنا مالك اكيد. ايوه طب خد بالك بقى منك. ايه انا من السعاده ما عادش خوف عليا. ليه بقى؟ اصلا انا زمان كان عندي جدي والتاكل. ايوه ومش بتاعك ولا نعرف انما انت. ايه الوقت ما زال قاعد طول ما هو قاعد حياتي ويهضم وياكل وياكل بس احنا ما عادش عندنا حاجه تتاكل. نجم الكوميدي اللي تحب تمثل قدامه هند رستم على المسرح؟ والله هو كل واحد له اسلوبه، يعني فؤاد عبد المنعم ابراهيم، يعني مع الاسف عبد المنعم ابراهيم مش واخد حظه. ناسيين تشكل ممنون، ولو انه فنان كوميدي ودراما عظيم. استاذ هنيدي لطيف، استاذ محمد عوض، يعني كل واحد، يعني الحقيقة كل واحد له كاركتر بتاعه. توقف مع هند رستم ونقول الكاتب المفضل اللي تحب تقرأ له وتحب تعمل قصصه في السينما. اللي أحب أقرأ له قوي وبيعجبني جدا لأنه بيقول حاجات في بعض أوقات الأم ما بتقدرش تقولها، الأستاذ حسن عبد القدوس. اللي أحب لأنه بيعمل حاجات ما تنفعش سني. اللي أحب أعمل حاجة له أستاذ نجيب محفوظ. أيوة أنا تشرفت، كل تقديري وأعجابي. ميرسي. مفيش أفلام جديدة؟ في أفلام لكن مفيش أخلاق. عندك حق، الأخلاق اتعدمت، الأخلاق أصيبت بانهيار عصبي. طب نقول أنسب النجوم اللي ممكن النهاردة يقف قدام هند رستم في أدوارها على الشاشة مين؟ من الجداد ولا من القدام؟ نقول من الجداد والقدام اللي انت تشوف النهاردة ان هم انسب الوجوه ان هم يكونوا قدام هند رستم في ادوارها السينمائية النهاردة. اقول لحضرتك على حاجة بقى، الحقيقة
الجداد بحس بخوف، يعني بحس وانا واقفه قدام واحد منهم بحس انه مرتبك. ده طبعا تقدير، مفيش جدال، يعني انه عامل حساب انه في فنان قدامه عمل شيء، فبالتالي مبقاش واخد عليه، عارف يعني، بحس ان انا طب هتصرف معاه ازاي، هو لسه في بداية حياته ولسه بيبتدي الناس تقول انه نجم الشباك، عشان تفرق كتير بين نجم وبين ممثل. فاحنا لحد دلوقتي عندنا نجوم مش بطالة، انما اللي احب يعني في اتنين، نور الشريف ومحمود ياسين. نور الشريف بيفكرني بشكري. من ناحية ايه؟ ناحية نور قاري كتير قوي، بعدين بيهتم قوي بالصغيرة والكبيرة، وده بيبقى مهم جدا بالنسبة للفنانة. محمود صوته في غاية من الجمال الحقيقة، يعني صوت حلو 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 حقيقي، بيفكرني بالأستاذ عماد حمدي أول ما بدأ صوت، وبعدين مع الوقت ابتدى يتحول الصوت ده إلى فنان عظيم. كمال اوعى تكون اتضايقت من كلام بابا. لا يا شيخ، دي فكرك ان باباكي بس هو اللي كده، هذا كله. طب هتجيب حاجاتك هنا امتى؟ وده معقول يا مديحه؟ وليه لا؟ ما اقدرش، انا كل اللي محتاج له مكان صغير قد كده اشتغل فيه، مش محتاج للهو الفظيع اللي انت قاعده فيه ده. ادفع ايجاره يا سيدي. ايجار للمكان ده كله؟ طب منين؟ ما تخافش، ايجار رمل. لا لا لا، مش معقول. كمال يبقى انت مش عايز تشتغل. مديحة انا عايز اشتغل. نقول هند رستم اول يوم تصوير الفيلم بتقول ايه؟ ببقى خايفة جدا قوي 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 قوي، ببقى اعصابي مشدودة جدا. واخر يوم تصوير كنت الاول، اخر يوم تصوير عيط وانا خارجة من بلاتو، عيط حقيقي، لاني حاسة ان اسرة عشرتها شهرين، وكنا قد كده بنحب بعض وقد كده بنحترم بعض وقد كده كل واحد عارف فين وامتى واين يتكلم. النهارده وانا قاعده ببص كده باستخفاف واقول يعني اتمنى انه الفيلم يخلص بسرعه بقى. يا ترى انت فين؟ خفت مني؟ افتكرتك تحت. قالت وما احلى ما قالته وما أسعدتنا به في مشوار حياتها السخي بالفن المحترم الراقي.